السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. معنا اليوم الدكتور ناصر سالم حليس، اختصاصي أمراض العظام ومستشار محافظ لحج للشؤون الصحية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا فيك. بداية دكتور، لو تحدثنا عن بداياتك مع الجراحة ومع الطب بشكل عام. والله نحن تخرجنا من كلية الطب في عام 2001، وبدأنا مشوار الطبي إلى 2004 تم توظيفنا في محافظة لحج. و2013 تم انتقالنا كنائب مدير الشؤون الفنية في مستشفى 20 مايو، وبدأنا المشوار بجراحة العظام من هذه الفترة. أقصد أن كل الأهالي يعني خاصة في الوطن العربي عندما يسأل أبو الأم ماذا تريد أن يصبح ولدك يقول دكتور. هذه والله يعني ماذا كانت ردة فعل الأهل عندما أصبح ابنهم يعني دكتور ناصر؟ تحقق الحلم حقا، خاصة للوالدة يعني الله يعطيها الصحة والعافية. كان حلمها أن أكون طبيب، أنا كان حلمي أكون مهندس. فالحمد لله تم تحقيق حلمها وأصبحنا أطباء، وتعرفين أنت الفرحة اللي نالوها. الآن وبعد كل هذا المشوار في الطب، هل ندمان لأنك غيرت تخصصك من هندسة إلى الطب؟ لا الحمد لله أنا مرتاح بالمهنة، أيضا مجال إنساني فيه خدمة كثير أجر فيه أكثر. هنا في اليمن بشكل عام وفي عدن كذلك باعتبارها جزء يعني من اليمن، لا يوجد الكثير من الجراحين. هل وجدت صعوبة في أنك دفعت نفسك إلى تخصص أو جعلت نفسك جراح في عدن؟ هي توجد بعض الصعاب، مشروط بعض منها يعني أنه في بلادنا خاصة إمكانيات التطوير شوية بطيئة، فممكن يعني نقرأ حاجات كثيرة والموجود في التطبيق شوية أشياء بسيطة. فمثلا نحن تنقصنا بعض الإمكانيات في جراحة المناظير، في الجراحات التخصصية خاصة مش موجود التطور، نحن ما نواكبش التطور بشكل. يعني مثلا المواطن الآن يقول أنا ما بشيش أتعالج في عدن مثلا أو في اليمن، أروح أسافر في الخارج، لا يؤمن بقدرة الجراحين هنا، لا يؤمن بقدرة الطب في اليمن على أن يشفي أي علاج أو أي مرض عفوا. أنا شتي أوضح لك حاجة سارة، أنه المشكلة بالآتي، اللي بيتابع الحالة هو الطبيب اليمني، هو بيسافر للخارج صح، بيجري العملية صح، لكن بيعود هو اللي بيجلس في الخارج طول عمره. طب من بيتابع حالته؟ بيتابعها الطبيب اليمني اللي هرب منه، وبالتالي الطبيب عنده القدرة كاملة، لدينا القدرات، نحن نتابع، نحن نجري العمليات الكبيرة، لدينا كل القدرات. ولكن قلت لك أنا تنقص الإمكانيات والتأهيل، يعني لازم نواكب إيش؟ التطور. التطور يفرض علينا أشياء معينة، اللي كان في عام 90 ما عادوش الآن في عام 2016. مواكبة التطور لهذا في حاجة يسموها Continuous Medical Education، اللي هي هذه امتحانات تقرأ كل شهرين، اللي نحن عكس المجالات الأخرى يجب أن يكون updated. نعم. معلوماتنا updated للإمكانيات، وأن تواكب التطور بشكل عام، الأجهزة الحديثة، الاكتشافات الجديدة. نعم. وبالتالي لازم يتم امتحانات فصلية لنا، لأنه في بعضهم يستمر على المعلومات اللي معه خلاص انتظر، ومش داري أن المعلومات قد تم تغييرها وأصبحت الآن ما عاد يعترفوش، يعتبروا أشياء جديدة تم تطور. يعني دكتور ناصر، أنت تعتقد وترى يعني أن المشكلة هنا ليس بالجراحين أو بمستواهم الأكاديمي أو الطبي، أفضل الجراحين هم المشكلة من هو بالمعدات. نعم، أفضل الجراحين اللي الآن اللي موجودين هم يمنيين، موجودين يعملوا أكبر العمليات. نحن الآن الحمد لله نشتغل مفاصل صناعية للحوض، نشتغل مفاصل صناعية للركبة، لكن تنقصنا بعض اللي بقول لك حاجه، يعني انا عشان اشتغل مفصل صناعي للركبه تحتاج الشركه تجي لي من صنعاء وتجي هي ومعداتها، مش موجوده عندي هنا. والشركه بتعمل تريننج تدريب، طبعا كل شركه يعني زي ما انتم عندكم يعني في معدات خاصه لازم يتدرب عليها فنيه خاصه، وبالتالي الشركه بتجي من صنعاء تعطي لك المعدات تشتغل فيها وتروح، وتنتظر مره ثانيه عشان يكون معك مريض عشان توصيلها. وكل شركه تعمل تريننج للطبيب. نعم. تؤهل الطبيب على الديزاين حقها، كل شركة لها ديزاين معين، معنا الشركات الأمريكية، معنا الشركات التركية، لكل شركة منها له ديزاين معين، وكل ديزاين هذا له مهارة معينة يجب أن الطبيب أن يمارسها. ديزاين لكي يستطيع الطبيب التعامل مع يعني الأدوات، مع الأدوات ديزاين لها تختلف عن شوية تريكات شوية يستطيع الطبيب. ولكن كلهم يقومون نفس عمل، نفس طريقة يعني نفس عمل العلاج. نعم، نفس العمل، نفس كل شيء. لكن زي ما قلت لك نحن محتاجين إنه التطوير مستمر، ومحتاجين إمكانيات تسهل لنا الدولة، إمكانيات تسهل لنا التجار،
وامورنا ان شاء الله. كيف ترى الطب الان في اليمن؟ والله شوفي، اعتقد انه نحن عندنا يعني الطب كويس، ولكن نحن ناخذه بشق الانفس. يعني نحن عشان انا اوصل للمعلومه واوصل لنوع العمليه هذه اخذها بصعوبه، عكس في برا. في برا زي ما اقول لك، زي ما تاكلي ابنك بالملغه، هناك ياكلوهم بالملغه. نحن لا، نحن نسعى لهذا، نحن ناخذه بجداره. عكسهم، هناك بالملغه بس، سبون فيدنج يسمونها، ياكلوهم اكال. الان يعني هل ممكن ان تجعل من ابنك طبيب يخلفك؟ يعني تنصحه انه يمارس مهنه الطب في اليمن؟ والله في الوقت الحالي، ولا يعني ستقول له يا ولدي ادرس طب ولكن ارجوك اذهب الى الخارج؟ ايوه، انا الان في الوقت الحالي نفس الكلام اللي قلتيه، ما بنصحش انه يدخل طب، حتى يعني لانه نحن كنا دخلنا المجال هذا، كان اول الطبيب يخرج على وظيفه سنة على طول، فلهذا كانت الطب والهندسه كانت مرغوبه للشباب. الان لا، بس الان الاطباء عندهم عيادات، يعني يستطيعون يفتح له عيادات خاصه. عيادات خاصه، انا مشتيش اشتغل خاص، اشتي اشتغل اخدم اهلي في مستشفى حكومي، يكون موظف. لما تكون معي بس عيادتي الخاصه، انا اشوف بس كم فقط من المرضى الذي يستطيعون يدفعوا بس. طب انا اشتي اشوف الصغير والكبير وكلهم، فين اشوفهم هذا؟ اشوفهم انا في مستشفى الدوله. الضبحان يجي لك العياده الخاصه ولا يروح مستشفى الدوله؟ يروح مستشفى الحكومه. وبالتالي نحن نشتي نخدم هذا الكم، فلذا كانت هذا هدفنا، كان نحن نعمل مكان مركز نوفر فيه كل الامكانيات ونخدم فيه اكبر قدر من المرضى والمحتاجين. نعم، وبالتالي ما نخليش المريض يروح لبرا. انا رحت اكثر من دوله وشفت الامكانيات اللي معاهم. يعني الامكانيه هي الكادر، اهم شيء الكادر. لو تجيبي اكبر اله ما يعرف يشغلها الاله، اهم شيء الامكانيات البشريه اولا قبل الادوات. نعم، والموارد. الامكانيات البشريه هي اللي بتصلح لك كل شيء. ايش الان مشكلتنا في البلد بعد التحرر؟ هي الامكانيات البشريه، ما هلاش. كانت البشريه كل انسان تحوصل، ما يشتيش يفتك ويعمل يعطي غيره يستفيد. فكل من تحوصل، اصحاب الستينات مش يعطوا اصحاب التسعينات، تحوصل هو. صحيح، فهم لي. فهي دي المشكله، ولا في كوادر في ممكن تستفيدي منهم في. فالقوه كلها بالكادر، الكادر البشري هو اهم من الاله. صحيح، معك حق. الطب رساله ساميه، في هذه العباره اين اصبحت الان في هذا الوقت في اليمن؟ يعني نحن نتحدث عن اليمن وعن عدن. نحن بقول لك شيء، انه نحن ما زلنا مهنتنا انسانيه بحته ساميه بمعنى الكلمه، والدليل انها في فتره الحرب خدمنا يعني ابن البلد وخدمنا ايضا العدو. فتره الحرب بالنسبه يعني كانت بالنسبه لاي انسان هي فتره تحدي للجميع، كانت منهم من صمد ومنهم من فر، ولكن انتم دكتور كنتم من الاشخاص الذين ثبتوا في عدن ومدوا ايدي العون للناس. حدثنا عن هذه التجربه وكيف واجهتم تحدي فترة الحرب؟ نحن من 26 مارس كنا معتكفين داخل المستشفيات، خاصة في مستشفى 22 مايو. والحمد لله عملنا نداء طاقم كثير، أكل أذى المهندس وقال المدرس زي ما قلت لك، وقال الصيدلاني، وقال كل. لماذا قمتم بهذا النداء؟ يعني ما لم يكن هناك كادر معاون، لم يكن هناك معاونين ممرضين. وجود كادر شوية، المشكلة عندنا هي مشكلة التوزيع. توسيع الكادر. ايام بريطانيا وايام في كل مكان هم يعملوا، كانوا مستشفى وجنبه ايش؟ السكن. السكن الاطباء، سكن التمريض يكون قريب من المستشفى. لكن تخيلي معي جراح موجود في التواهي، ومعي جراح ثاني موجود في صلاح الدين. والحرب قطعت الطرق. والحرب قطعت الطرق، فما استطاعش. فنحن وجهنا نداء، كل طبيب قريب من مستشفى معين عليه التوجه اليه. لانه صعب انك تكوني ساكنه في المنصوره وتروحي لاخر مكسر. فقطعت بهم السبل، الطريق تقطع، وهو مش داري انقطع ما يقدرش يوصل. على الاقل يكون قريب من اهله ويخدم اهله ايضا ويخدم الناس. انت بتطمئني لما تعرفي ان اهلك جنبك، ولكن لما تكوني اهلك في وادي وانت في وادي مشكله. فوجهنا النداء، يعني اطباء كثير الحمد لله، طبيبات، اقول ابو النداء تمريض. واستطعنا في الفترة هذه ب 300 متعاقد وكسور أن نرفع شأن المستشفى وأن نخدم 4000 قرية. يعني تم التعاقد مع الأشخاص اللي مش تعاقد، نحن ما كانش فترة الحرب ما فيش ميزانية، ما فيش معنا سيولة. يعني نحن كنا على التبرعات، أنت تجي تتبرعي باللي معك وأنا أجي أتبرع باللي، نحن تبرعنا بوقتنا وإمكانياتنا وسخرناها لخدمة الناس. في بعضه اللي معه إمكانيات يتبرع في أكل، بعضه كان يتبرع في ملبس، بعضه كان يتبرع بأشياء للمرضى. ما كانش الهدف الا كان هناك متبرعين للدم؟
نعم، نحن أقول لك فوق 4000 قربة دم تم تركيبها في فصل في فترة الحرب. أنتوا تواجهوا صعوبات في ندرة القراب، المواد يعني تسحب فيها الدم؟ والله أقول لك حصل تكاتف يعني فظيع جدا فترة الحرب، يعني الله سبحانه وتعالى سهل الأمور هذه. ما درينا إلا بمتبرعين جابوا لنا القرب، متبرعين جابوا محاليل، متبرعين جابوا يعني ما سيولات نقدية ما نستلمها. نحن استلمنا محاليل للمختبر وسخرت للمختبر، بحيث انه اصبح المستشفى المركزي هو مستشفى 22 مايو في فترة الحرب، اصبح البنك المركزي هو مستشفى 22 مايو، فكان الصداقة اي الصليب الاحمر يطلبوا الدم من عندنا، اصبحنا نحن المرجع الوحيد للدم، فتحولنا من مستشفى بسيط الى مستشفى مركزي يخدم كل حتى دائرة الصحة كانت تدار من عندنا، كل وزير إدارة الصحة من عدن يعني عدن. وزير الصحة جاء ايضا لعندنا، فكانوا كلهم اصبحنا نحن التحالف ياخذ المعلومات من عندنا، التحالف يجي لعندنا يعني اكثر من مره. احصائيات الجرحى وال ايوه احصائيات الجرحى المنظمات الحقوقيه كانت كلها موجوده عندنا، فاصبحنا المركز. تخيل يعني كل الناس تجمعت عندنا، البعيد والغريب كانوا متجمعين عندنا، فكانت فتره يعني شو اقول لك ذهبيه بتلاحم الناس بتلاحم التعاون. انتهت الفتره هذه و اختفى مبدا التكافل الاجتماعي. نعم. انتهى الفتره هذه. لماذا لم تفكر دكتور ان تذهب او تهرب مع الهاربين؟ يعني كثير من الناس نزحوا، وكل من كان لديه يعني بالعاميه قرشين على قولة الاخوان المصريين ذهب وخرج خارج البلد. من السهل ان نذهب، لكن يعني صعوبه ان تطرحي اهلك كلهم انت بتذهبي من؟ يعني وجودك ايضا في عدن هو لا يشكل كان خطر فقط عليك، يعني شكل عليك خطر وعلى اسرتك، وان سمعت كذلك اخبرتني قبل اللقاء ان حتى ابنك يعني الذي انتهى من الصف التاسع اخذته معك الى العمليات. ما كانش في الصاله موجود معنا طاقم، حتى ابني جبته اشتغل معنا، فسميناه الجراح الصغير، كانوا يسموه كذا لقب جراح صغير. الفكره ست ساره انه نهرب من فين نروح فين؟ اموت عزيز داخل بلدي يحسن لي وانا اخدم اهلي، ولا سافر قعقع، اللي سافروا كله قعقعوا، اللي سافروا كرهوا نفوسهم ليش سافروا؟ لانه جنسيتنا لها دور كبير، وبالتالي خلينا الحمد لله هنا مرتاح، اموت بشرف ببطوله، ما حد يطرح جبهته الا لو قد اصيب بشيء، لو جرحنا نطرح الجبهه، لكن ما الحمد لله الله سبحانه اعطانا الصحه واعطانا العزم ان نحن نستمر فاستمرينا. وكنا نشوف البسمة بوجوه الجرحى، رغم انه حصلنا بعض المضايقات لانه ما كانش في امن، فكان الجريح يدخل لك لداخل العمليات. انا يعني موقف دخل لي جريح لداخل العمليات وانا اشتغل، وواحد شعره كذا مليان تسلحة هنا وقنابل وكذا، وانا اشتغل معي مريض جابوه ألغام لما دخلوه في المستشفى في 27 رمضان، نفس في شهر رمضان بلغم يعني ايوه، وجابوه دفعة جديد، الدفعة الجديد موجودة في الطوارئ وكلنا نشتغل، اللي موجودين في الطوارئ كانوا اطباء مش تخصصين، فيقول لي اخي برا عالقوه. طيب اقول له انا داخل عمليات يعني وانا ماسك المقص، يعني اسيب الاخ هذا اسيب المريض ده واجي لعندك؟ بيجي لعندنا ما تقلقش. فكنا كلنا مصدومين. بعض الاهانات حصلناها، بعض المحايكات، لكن الحمد لله وضع حرب يعني في وضع حرب تجاهلنا كل الامور واهتمينا بالمريض، ما كناش نهتم يعني، حتى صرفنا اشياء كثيره من جبنا والحمد لله ما اهتميناش برستيج. اشتغلنا كل التشغيلات، منظف طبيب مغرب يعني الوظيفه اللي كانت فاضيه. انا مثلا اخصائي عظام، يعني الحالات العظام اللي اجت عكس حالات الجراحه، الجراحه شق البطن والصدر كانت كثير، فالوقت اللي ما كانش فيه حاله تستدعي انه عظام فكنت انا اشتغل وظيفه ثانيه زي زملائي، يعني كنت اشتغل انا معاهم فني مغرب لهم السامان، لانه منظف واحد معنا فني عمليات اثنين ثلاثه، ما كانش التيم كامل. ايوه ما كانش الفريق متواجد. أيوة فحاولنا كل واحد يسد فجوه بحيث انه العمل اضطر كل شخص انه يعمل اكثر. الحمد لله تمت الامور كثير الحمد لله. الان يعني بعد خروج الحرب وانتهائها، ما هو دور الدكتور ناصر الان؟ انا طبعا قلت لك انا ما قال قفاره، يعني الان الانتهازيين اقو كملت الحرب خرجوا من بيوتهم وظهروا عشان يظهر لهم دور بطولي، لازم يكون في دور بطولي بعد ان انتهوا الشجعان. فطرحنا نحن المستشفى، قالوا نحن خلوكم، طرحنا لهم المستشفى يشتغلوا،
وتم تعييني مستشار محافظ الأحد للشؤون الصحية، والآن جالس حاول ندعم محافظة الأحد. هل مثلا الآن هناك خطط تدرسوها مثلا لتفادي أن تحدث كارثة مثل هذه مرة أخرى؟ والله بيني وبينك يعني الحرب لا يستطيع أحد أن يتفاداها، ولكن إذا أتت الحرب نستطيع يعني أنه يكون في مستشفى، يكون مثل ما أنت قلت يعني سكن بجانب مستشفى. أيوة. توفر الأدوات الصحية، توفر الطاقم. مثلك الله يهدي أولياء الأمور حقنا اللي في الصحة وغيرها، أنه الخطة البعيدة هذه مش موجودة، يعني عندهم خطة بس على مربع واحد الشهر القادم. أيوة، عندهم خطة المربع واحد كيف يواجهوه. فحصلت هذه المعاناة في فترة الحرب، يعني يقولوا لي يتسع بالشربان ينفخ بالزبادي. فالآن نحن بعد ما حصلنا هذه كل الكوارث المفروض نحن نتعلم، المفروض نعمل خطة، خطط إخلائية، خطط صحية، كيف مواجهة الأوبئة، كيف مواجهة. أنا أذكر في فترة الحرب أنا طلعت تصيح فوق كذا غضبان زعلان، حالات دينجو فيفر حمى الضنك قتلنا حالات كثير، ونحن مستشفى جراحي. حمى الضنك قتلت الناس، قتلت الناس، فاضطرينا نفتح قسم العيادات الخارجية لاستقبال هذه الحالة. طيب نحن أغلب الطاقم اللي موجود كان جراحي، حاولنا نوجه نداء يا جماعة نحن ما بنموتش، كنا له بالرصاص، إن قد متنا بالرصاص الحمد لله، نحن بنموت من الأوبئة. يا جماعة الحقوا نحن، يا جماعة وفروا، ما كانش هذه كانت نداءاتكم للجهات المختصة. أيوة. يعني يا جماعة أنا كانت معي بس فقط باكتين كرتونين لحق ملاريا أدوية، الوحيد كانوا يعني مستشفى النقيب، مستشفى الوالي، مستشفى صابر، كانوا يحولوا المرضى لعندي عشان أعطي لهم الأدوية، ما كانش موجودة. وكان الأدوية حق الضنك وحق الملاريا تمسك في النقاب، شعورك كيف كان وانت ترى الأدوية تتناقص يوما بعد يوم ولا مستجيب لنداءاتكم؟ والله كان يعني ايش اقول لك، كنت اخاف ان اصير انطرح نفس طرح المريض وما قدش العلاج، فكان خوف شديد. يعني تخيلي يعني ما متناش بالرصاص نموت بالوباء، لانه ما فيش معنا احنا الامكانيات ان احنا نتعالج فيها. فالحمد لله توجهت منظمات كثيره من المنظمات الدوليه، من الهيئه الدوليه عملوا حملات رش، اهتمت بدأ توزيع العمل، في ناس اهتمت في المجاري والماء، وفي ناس اهتمت في التطوع من عندنا، كله تم من مستشفى 22 مايو. أصبحنا الدولة نحن، ما كانتش حتى كان المحافظ نايف البكري كان يجي لعندنا، فكان أغلب نحن أصبحنا المركز، يعني مركز إدارة العمليات كله في مستشفى 22 مايو. أصبح حتى الإنزال الجوي لأدوية كان يتم إرساله لمستشفى 22 مايو من فين ولعبر فين، فكانت كل شيء أصبحنا مركز تحكم، نقطة تحكم. فظهرنا في المحك ومن ثم تراجعنا. أيوة تراجعنا، والدليل الآن ما في شغل. أصبح كل المرافق اللي اشتغلت فترة الحرب زي الآن الرسالة اللي كانوا يوجهوها إنه لما تقع معكم حرب أنتوا تشتغلوا، إنه بيقع لكم هكذا. أيوة أنت لاحظي كل من اشتغل فترة الحرب وقفوه. صحيح. وأهملوه. وهذه الآن لازمين منازلهم الآن. أيوة يعني الرسالة يعني وصلنا إلى أحسن لي أنا أجلس ولا أدخل في مهاترات، لأنه أنت عملتي شيء حسن لا تعطليوش، مش ضروري يعني أنت اعتبري نفسك. ولكن هذا الوطن محتاج أن يكرم هؤلاء الناس الذين وقفوا وكان لهم وقفة جدية من أمثالك دكتور. أيوة. أنت أنا شفت لقطة في فيس عود الثقاب، لو مرصوصات عود الثقاب كامل وأنت لصيتي واحد بيتصل للطرف، لو واحد منهم تنازل عن موقعه البقية بيعيشوا. فأصبحنا زي هكذا، خلي الناس يعيشوا، وكل شيء الله سبحانه وتعالى ما يظلمش حد، وكل شيء بيرجع. بس الفكرة اللي نحن نشتيها يا جماعة حاولوا تنظموا، حاولوا ترتبوا، هم هناك مرتبين أحسن من عندنا، ما ينقطعش أيامهم، كل شيء يعول على الميزانية مع أنه الأفكار لا تحتاج إلى ميزانية. يعني أنت الآن منظمات، الآن هم شغالين بكيش، منظمات داعمة، كلها منظمات داعمة. الآن المحافظ عينوا لجنة خاصة لإدارة الإقاطة، المواطن مش محتاج للكيس الرز ولا محتاج محتاج للصحة، محتاج للصحة، الصحة ذهبت بالنسبة. أيوة. للإنسان ذهب كل شيء، بالتالي أنا الخدمات أهم شيء عندي من الرز والمي، وذا بجيبه أكيد إذا توفرت الأمور لكن زي ما قلت لك الأبعاد الرؤية مهلاش. يعني أنا الآن الدفكت اللي كان موجود عندنا ما يحاولوش الآن يعبوه، ما يحاولوش الآن يرقعوا، لا ما فيش، تزيد تتوسع. أيوة. الفوهة أكثر وأكثر. ما فيش خطط عاملينها لكيف خلاص بكرة ممكن يحصل عندنا المشكلة هذه، إيش معانا من خطط ما هلاش.
من اين ستاتي الخطط وهم لم يعني يستشيروا او لم يتآزروا مع الاشخاص الذين وقفوا في الميدان اصلا؟ هذه المشكله الان. انت لما شوف اولادك انك توبخيهم ما تعمليهمش تمام كويس انت شاطر انت ده عملت عمل وتحفزيه ان يعمل زيه واكثر، بس يشوف انك تحبطيه وما تعمليلوش تحفيز يقول اذا ليش انا اعمله؟ أو يرى نفسك. هو أحد مثلاً يعني مثلاً مثل ابنك الآن الجراح الصغير يعني، بس هو الظاهر أنه حيروح كمان طب طالما أنه أصبح قبل الجراح الصغير. مشكلته مشتيش وقال لي مشتيش قد قاله نفسه قبل ما افتيله أنا. يعني هو الآن عندما يرى أن أبوه يعمل ويعمل ولم يقطف ثمرة عمله الذي يستحقها، الثمرة التي يستحقها، بالتأكيد هذا الأمر سيعود عليه بالسوء يعني وبخيبة الأمل. أذكر أحد أولادي عبد الله قال يا أبا أنت مفرغ نفسك للمستشفى، متى نحن لا مشيت نحن ولا خرجت نحن ولا كانت الطيارات تجزع من فوقنا نجلس ماسكين بأمنا بس وانت مهلكش عندنا، طيب سفر نحن البلاد. وصلت لمرحلة ويقولوا لي هكذا، فاضطريت الناس سفر الأولاد لأنهم عملوا ضغط على أمهم. فزي ما قلت لك أنا الآن البرنامج حقك عشان يكون ناجح لازم يكون معك مشاهدين كثير. لو طلع المشاهدين دول عاملين لك إهمال ومفرقين على برنامج وبرنامج أنت الناجح وعمل لك تسويف له، تلاقي نفسك تقولي كم نسبة المشاهدين، تلاقي الحضور بسيط جدا، تقولوا نفس المنتج حقك والمخرج يقول لك لا إذا ما حصلش هذا نغير البرنامج. البرنامج اللي يشوفه حضور كثير يتطور صح؟ صحيح نعم. الدكتور ناصر سالم حليس اختصاصي جراحة العظام ومستشار محافظ لاحش في الشؤون الصحية، شكرا جزيلا لك.